توقيع الاتفاق الإطاري بين المنظمة الشغيلة ومنظمة العرافي والحكومة حول مفاوضات زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص. الخطوط التونسية تلغي كل رحلاتها اليوم نحو بنغازي إثر إغلاق مطار المدينة عقب اشتباكات عنيفة خلفت 26 قتيلا. مصرع أكثر من 100 شخص في تجدد لأعمال العنف في أنحاء متفرقة من سوريا. مشاهدينا الكرام في كل مكان تحية لكم جميعا، اهلا بكم الى نشرة الظهر. تم اليوم في قصر الحكومة بالقصبة التوقيع على الاتفاق الإطاري المنظم للمفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف والحكومة حول الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص، كما تم التوقيع على اتفاقيتين تتعلقان بالإنتاج والإنتاجية وبالأسعار المقدرة الشرائية للمواطن. اليوم مضينا على 3 اتفاقيات إطارية. الاتفاقية الأولى خاصة بالدخول في مفاوضات في الزيادة في الأجور، وستنطلق معناها المفاوضات في الأيام القليلة القادمة على أساس أن تنهى في موفى شهر مايو 2014. الاتفاقية الإطارية الثانية هي تعنى بالمقدرة الشرائية وبالأسعار، ويلزم يقع تحيين الوضعية هذه باش نبدو عارفين معناها انعكاس الأسعار على المقدرة الشرائية، ونشوف أيضا شنو هي المقدرة الشرائية كيفاش مش تكون في علاقة بالأسعار. وهي لأول مرة نعملها على الأقل باش تكون المسألة هذه محفوظة ومحددة وواضحة. الاتفاقية الثانية هي تعنى بقضية المردودية والإنتاج والإنتاجية، ونحن متعودين على الاتفاقيات مثل هذه، موجودة عنا في بعض القطاعات، موجودة عنا في بعض المؤسسات. نحن مقتنع اقتناع كلي وأنه إذا ما فيش مردودية وما فيش معناها مقاييس باش نجم نحسن أو الرفع في الإنتاج وباش نحسن من المنتوج، بطبيعة الحال ما تنجمش المؤسسة تقدر على المنافسة في إطار النشاط اللي هي باش تخدم فيه. ولكن هذه أيضا تتطلب معناها جملة من العوامل لابد أن تتوفر. نحن سنبحث عن توفر كل هذه العوامل، سواء كان إذا كان مسألة عالقة بالقطاع ولكن أساسا بالمؤسسة، ويكون هذا في إطار تحفيز العاملين وفي إطار أن المردودية هذه تعود بالنفع على المؤسسة، على صاحب رأس المال، للعمال أيضا، ولكن أيضا حتى لمعناها المستهلكين، وعلى دفع الاستثمار أو التوسع في الاستثمار إذا بالفعل استطعنا باش نحقق مردودية باهية وباش نحقق انتاجية عالية. إلى جزيرة جربلان، وعلى هامش مشاركته في فعالية الزيارة السنوية إلى معبد الغريبة اليهودية، أكد السفير الفرنسي بتونس فرانسوا غويت أن السير العادي لهذه المنازل من شأنه أن يشجع السياح الفرنسيين على زيارة تونس خلال الموسم السياحي. أنا جيت هذه السنة باش نشارك في أفراح الجالية اليهودية الفرنسية من أصل تونسي اللي جات من فرنسا المشاركة في هذا الحدث السنوي، وطبعا كنت جيت العام الماضي وعدد الناس اللي جوا هذه السنة يعني ازداد بشكل يعني ملحوظ، ونتمنى ان يكون يعني يكون الموسم الموسم السياحي في الصيف يعني مناسبه لرجوع عدد كبير من السواح من فرنسا.
كما صباح اليوم إطلاق سراح مدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي من السجن المدني بالمرنقية بعد أن قضى 3 سنوات من السجن في قضية شهداء الثورة وجرحاها. وأفاد النجل علي السرياطي سمير السرياطي لوكالة تونس إفريق الأنباء أن والده غادر السجن بعد أن قضى عقوبة مدتها 3 سنوات و4 أشهر و3 أيام. أوضح وزير الداخلية لطفي بن جدو عقب الاجتماع الأمني الطارئ الذي دعا إليه رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي مساء أمس بقصر قرطاج أن الاجتماع تناول الوضع الأمني في ليبيا، خاصة بعد حالة الاقتتال التي عرفتها بنغازي. هذا اجتماع أمن طارئ دعا إليه رئيس الجمهورية بصفة عاجلة لتدارس معنى تطورات الوضع في ليبيا. ثم اقتتال في مدينة بنغازي بين حساسيات مختلفة، هذا الوضع معناها وما يمكن أن ينجر عنه من تداعيات في اتجاه تونس سوى تسلل الإرهابيين أو تدفق الهجرة إلى تونس أو حتى وجود معناها بعض المشاكل ما بين معناها الأخوة الليبيين المتواجدين في تونس، علما وأنه معناها يتواجد لدينا ما يقارب 1,900,000 ليبي في تونس حاليا من حساسيات مختلفة، وما يمكن أن ينجر عن الوضع في ليبيا وعن تفجر الوضع في ليبيا من تداعيات على تونس. تدارسنا هذا كله وحاولنا أن نجد بعض الإجراءات الاستباقية للتوقي مما من تعقد الأمر وتداعياتها على تونس. هذا وقد ألغت الخطوط التونسية كل رحلاتها المبرمجة ليوم السبت 17 من ماي 2014 والمتجهة نحو بنغازي شمال شرق ليبيا لدواعي أمنية إثر غلق مطار بنغازي. وقدمت الشركة في بلاغ نظرته الجمعة اعتذاراتها لحرفائها على هذا الإزعاج الناجم عن ظرف قاهر وخارج عن إرادتها، ودعت الشركة الحرفاء إلى الاتصال بوكالة الأصفار المعتادة. ساد هدوء حذر صباح اليوم مدينة بنغازي الليبية غدا اشتباكات عنيفة بين قوات من الجيش الليبي موالية للقائد العسكري المنشق خليفة حفتر ومسلحين من كتيبة 17 من فيفريا التابعة للثوار، أوقعت 26 قتيلا. اشتباكات اندلعت بعدما قصفت طائرة حربية موالية للقائد المنشق معسكرا للكتيبة. في إجراء احترازي من إدارة المطار وحفاظا على سلامة المسافرين، قررت السلطات الليبية إغلاق مطار مدينة بنغازي الدولي إلى أجل غير مسمى، بعد أن أكد مدير المطار أن إعادة فتحه مرتبطة بتحسن الوضع الأمني. يأتي هذا الإجراء على خلفية الاشتباكات الدامية التي وقعت أمس بين قوات عسكرية موالية للقائد المنشق خليفة حفتر وبين مجموعات مسلحة من الكتائب في مدينة بنغازي شرق ليبيا، اشتباكات تخللها قصف جوي ما خلف عشرات القتلى وأكثر من 100 جريح وسط توقعات بارتفاع الحصيلة. مجموعات مسلحة وبعض أفراد الجيش الليبي وعربات وآليات من معسكر الرجمة يحمل بعضها رايات وعلامات الجيش الوطني إلى ضواحي مدينة. وفي سياق متصل وفيما وصف رئيس أركان الجيش الليبي تحرك حفتر بأنه انقلاب ومحاولة للسيطرة على الشرعية، أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله ثيني من جنبه أن رئاسة الأركان لم تعطي أي أوامر للقوات التي تحركت نحو بنغازي بقيادة حفتر، وطالب الثوار بضبط النفس. قد نفت رئاسة الأركان صدور أي أوامر منها لهذه القوات، وبالتالي فإن تحركها هو مخالف للأوامر العسكرية الصادرة عن السلطة الشرعية. تطلب الحكومة من كتائب الثوار ضبط النفس والالتزام بالأوامر الصادرة من رئاسة الأركان والتحرك وفقا لتلك الأوامر حرفيا وعدم مخالفتها، حفاظا على ليبيا ووحدتها. وتوازيا مع هذا التصعيد الذي يزيد الوضع الأمني في ليبيا غموضا وتأزما، قررت الجزائر إغلاق سفارتها وقنصليتها العامة بالعاصمة الليبية طرابلس بشكل مؤقت بسبب وجود ما أسمته بتهديد حقيقي وداهم لدبلوماسيها، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية. لقي 112 شخصا مصرعهم أمس في تجدد لأعمال العنف في سوريا. وحسب نفس المصدر فإن القوات الحكومية السورية شنت ليلة البارحة حملة عسكرية في ريف درعا لاستعادة تلال سيطر عليها مقاتل المعارضة خلال الأسابيع الماضية.
وكان 13 شخصا قتل وأصيب عدد آخر بجروح في هجوم بقذائف صاروخية أطلقت على حي الأشرفية بمدينة حلب. أدان البيت الأبيض الأمريكي الاعتداء الذي استهدف أمس سوقا تجارية في العاصمة الكينية نيروبي وأوقع 10 قتلى على الأقل. وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب أصدقائها وشركائها الكينيين الذين ما زالوا يواجهون المحن بشجاعة وحزم. قتل ما لا يقل عن 38 مسلحا وجرح 25 آخرون في عمليات أمنية للقوات الأفغانية خلال الساعات 24 الأخيرة في أقاليم مختلفة من أفغانستان. وجاء في بيان لوزارة الداخلية الأفغانية أن القوات الأفغانية نفذت عمليات مشتركة قتل خلالها 38 مسلحا على الأقل في صفوف طالبان. قال وزير الطاقة التركي أن حريقا شب اليوم في جزء من المنجم الذي قتل فيه قرابة 300 عامل في أسوأ حادث بقطاع التعدين في تركيا ما عاق جهود البحث عن 3 عمال يعتقد أنهم ما زالوا محاصرين داخل المنجم. ومن المستبعد حسب الوزير أن يكون العمال 3 على قيد الحياة بعد 4 أيام من حريق سابق أطلق غاز أول أكسيد الكربون المميت في أنحاء المنجم. هددت الولايات المتحدة وفرنسا بفرض عقوبات جديدة على روسيا في حال استمرت في زعزعة الوضع في أوكرانيا، ويأتي هذا التحذير قبل 9 أيام من الانتخابات الرئاسية المقرر يجراؤها في البلاد. نحو المزيد من العقوبات تتجه نية الغرب للرد على موسكو التي عاد يراودها حلم استعادة الامبراطورية الروسية في انقاذ جمهورية الاتحاد السوفيتي المنهار. ففي محاولة لتركيع بوتين وتحجيم قدراته على التدخل في هذه الدول، هدد الرئيس الامريكي باراك اوباما ونظيره الفرنسي فرانسوا اولاند بفرض عقوبات جديدة على موسكو في حال استمرت في زعزعة الوضع في اوكرانيا وواصل الدعم الانفصاليين هناك. وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض أن الرئيسين أشار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الأوكرانية لتوحيد البلاد عن طريق إجراء الانتخابات الرئاسية. ويأتي هذا الموقف الموحد بين الولايات المتحدة وفرنسا بمواجهة روسيا بعد أسبوع من الشوائب في العلاقات بين البلدين بشأن الوضع في أوكرانيا. إلى ذلك سيطر مسلحون انفصاليون مولون لروسيا على المقر العام للحرس الوطني الأوكراني في شرق البلاد، وسط أنباء عن انتقال المقر فعليا إلى سيطرة الانفصاليين. وفي الهند فاز حزب بهارتيا جناتا القومية الهندوسي بزعامة ناردارا مودي بالأغلبية في البرلمان الهندي، وسيتولى مودي رئاسة حكومة غير ائتلافية لأول مرة منذ 30 عاما بعدما مني حزب المؤتمر الحاكم بهزيمة هي الأكبر في تاريخه. وعلى إثر إعلان النتائج احتفل حزب بهارتيا جناتا بالفوز في الانتخابات التشريعية، وتعهد مودي في خطاب الاحتفال بتحقيق أحلام مواطنيه وبأن يجعل القرن 21 قرن الهند. وقد هنى كل من الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مودي بهذا الفوز. أعلن مسؤولون عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا من بينهم وزير الدفاع شمال لاوس على الحدود مع فيتنام في تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو. وأوضحت مصادر إعلامية أن من بين الضحايا 3 أعضاء من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم، كما ترددت تقارير أن 3 أشخاص نجوا من الحادث وكانت المجموعة في طريقها لحضور احتفال بمناسبة الذكرى 55 لانتصار الكتيبة الثانية على القوات الملكية. وتخضع لاوس للحكم الشيوعي منذ عام 75 و900 ألف. في الرياضة، يستهل الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم منافسة الجولة الأولى لدور المجموعتين لمسابقة كأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم بملاقاة وفاق سطيف الجزائري بملعب رادس انطلاقا من الساعة 8 ليلا. وضمن المسابقة نفسها يلاقي النادي الصفاقسي أهلي بنغازي الليبي بملعب الطيب المهيري غدا الأحد بداية من الساعة 6 مساء. وفي مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يواجه النجم الساحلي فريق سي وي الإيفوري بالكوت ديفوار انطلاقا من الساعة 4:30 بتوقيت تونس. وإلى منافسات دورة روما للتنس، بلغ الإسباني رافائيل نادال الدور نصف النهائي بعد فوزه في مباراة ماراثونية على البريطاني أندي موراي بمجموعتين لمجموعة واحدة بتفاصيل 6-1 و3-6 و7-5. ويلتقي نادال في المربع الذهبي البلغاري غريغور ديميتروف الذي تأهل على حساب الألماني تومي هاس.
كما حجز الصربي نوفاك ديوكوفيتش مكانا له في الدور نصف النهائي عقب تغلبه على الاسباني دافيد فيرر بمجموعتين لمجموعه واحده بالتفاصيل 7-5 و4-6 و6-3. ديوكوفيتش سيواجه في الدور قبل النهائي الكندي ميلوش يورونفيتش الذي ترشح على حساب الفرنسي جيرمي شاردي. وفي صنف السيدات أهلت الصربية أنا إيفانوفيتش إلى الدور نصف النهائي بعد فوزها على الإسبانية كارلا سواريز بمجموعتين لمجموعة واحدة بتفاصيل 6-4 و6-3 و6-4. وتلتقي إيفانوفيتش في الدور ما قبل النهائي بالأمريكية سيرينا ويليامز التي تأهلت على حساب الصينية تشينغ شوي. وبلغت الصربية الثانية إلينا يانوكوفيتش الدور نصف نفسه بعد تغلبها على البولونية أنيسكا رادافينسكا بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-4 و6-4. وتواجه يانكوفيتش في الدور قبل النهائي الإيطالية سارة إيراني التي ترشحت على حساب الصينية لينا. وهذه مشاهد شغب قادمة من بلغاريا إذ تحول الملعب الذي احتضن الدور النهائي لكأس بلغاريا لكرة القدم إلى كتلة من نار بعد أن ألقت جماهير فريق لودو جورجيتش الذي أحرز لقب الشماريخ على أرضية الملعب ما أشعل لوحات الإعلانات. وتدخلت فرق المطافع على الفور وقامت بإخماد النيران بعد أن قامت الجماهير بتكسير الكراسي وإلقائها على الملعب. وتوقفت المباراة 17 دقيقة قبل أن تستأنف من جديد. في الثقافة قدم معرض فني جديد في الضفة الغربية فرصة للفنانين من غزة بعرض أعمالهم حيث نقلت من القطاع 53 لوحة ومنحوتتين لتعرض في رام الله. ومع ذلك فإن أغلب الفنانين لم يتمكنوا من حضور معرضهم لأن إسرائيل تضع قيودا مشددة على تنقل الفلسطينيين بين الضفة والقطاع منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000. هكذا مشاهدين الكرام نصل إلى نهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز عناوينها. توقيع الاتفاق الإيطالي بين المنظمة الشاغلة ومنظمة الأعراف والحكومة حول مفاوضات زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص. الخطوط التونسية تلغي كل رحلاتها اليوم نحو بنغازي إثر إغلاق مطار المدينة عقب اشتباكات عنيفة خلفت 26 قتيلا. مصر أكثر من 100 شخص في تجدد لأعمال العنف في أنحاء متفرقة من سوريا. أشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام إلى اللقاء.